حنا كنهضروا غير على شي مطالب محليه بامكان ديالهم يحققوا على هاد الناس. ما عندنا حتى شي حق من الحقوق، حنا خدامين مع الجماعه واني بادنا حق من الحقوق بلا ورق بلا والو. ما عندنا شي رقم تاجير، ما عندنا والو، حنا عمال عراضيين كيسمونا مياومين كيسمونا موسميين، تعددت الاسماء. الناس هذا ماشي اجره تيعدونا، تيعدونها صدقه، صدقه تيعدوها لينا الناس، هذا ما كاين لا اجره لا والو. عندنا شي حل بسيط، شرحوا علينا ما والو، كلشي داكشي غامض. شي واحد اللي يجي يتحاور معاك يقول لك انا مشكل ما كاينش داكشي غامض. هاد الوقفه اللي كتجي اليوم كتعبير على الاحتجاج ديال العمال العراضيين، وكذلك واحد الصرخه ديال الاتجاه المجلس البلدي وكذلك الحكومه المغربيه، ان هاد الفئه هادي نعتبروها الفئه المهمشه، الفئه اللي كتقوم بواحد العمل جبار في خدمه المرفق العام والمحافظه عليه والاستمرار ديالو. فاليوم هي كتعاني من غياب الحمايه الاجتماعيه اللي هو الان اصبحت يعني الشعار ديال الدوله المغربيه، الحمايه الاجتماعيه لكل المواطنين المغاربه. ولكن للاسف هذه واحد الفئه ديال العمال العراضيين كيقوم بواحد الاعمال كثيره وجباره في المدينه، واللي كيضمنوا لهم الاستمرار ديال المرفق العام، ولكن للاسف وضعيتهم وضعيه هشه اللي ضروري ان الدوله المغربيه تحمل مسؤوليتها وتنصف هذه الفئه هذه في تلبيه مطالبها العادله والمشروعه، واللي هي بالاساس هي الحمايه الاجتماعيه، هو احترام الحد الادنى للاجر اللي اعلنت عليه الدوله، وكذلك يعني الاهتمام بالجانب المادي لهذه الفئه هذه. خلينا نديروا هذه الوقفه هذه ديال الشموع، هي عده اسباب، بعد تماطل وتجاهل المجلس البلدي والتملص من 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 من, من الوعود اللي كانوا عطاونا. درنا معهم اجتماع في شهر ماي 2023، وكانوا وعود بانه هاد الناس هادو غادي تحسن لهم الوضعيه ديالهم وغيعطوهم الحقوق اللي هي مشروعه وعادله، وهي هي حقوق محليه، ما كنهضروش على الصعيد الوطني اللي هو خص تسويه الوضعيه، حنا كنهضروا غير على شي مطالب محليه بامكان ديالهم يحققوا على هاد الناس اللي كتمثل في صندوق التقاعد اللي هو الإركار النظام الجماعي اللي ما حلوته رواتي بالتقاعد اللي هو دارته مدن اخرى. يعني ما كنطلبش شي حاجه اللي ما غاديش تكون كاينه ومن حقنا، وداروها مدن اخرى، ايتي عزه جماعه ايتي عزه تيزنيت ورزازات سميمو. ما عندنا حتى شي حق من الحقوق، حنا خدامين مع الجماعه واني بادنا حق من الحقوق بلا ورق بلا والو، بحال خدامين في النوار الله يرحم لك الوالدين، شي 15 سنه ولا 14 سنه وانا خدام وكنعانيو، كاين لا ورقه لا والو، راه مشكل والله الا مشكل، راه عيب. مع العلم انه كما كنقول لك هذا الصندوق راه فيه الامكانيه ندخلوا ليه، فيه الامكانيه، راه القانون هو اللي تيحتيح لينا ندخلوا في هذا الصندوق، وحتى المدن الاخرى راه دارته، كون قلنا ما كايناش شي مدينه دارته نقولوا ايه. ما عندنا شي رقم تاجير، ما عندنا والو، حنا عمال عراضيين كيسمونا مياومين كيسمونا موسميين، تعددت الاسماء وحنا ضمن وعمال، يعني حان الاوان. الوقفه كما قلت لك الاخ جات للتعبير ديالنا بانه الناس راه الله يجعل البركه، راه درنا وقفات احتجاجيه وراه كافه من هذا الضرب المطالب ديالنا بعرض الحائط، وبنادم يقول لك مثلا راه غيتعنوا سيروا نعسوا تما ولا ديروا وقفه ولا ديروا عجكم حتى وكان تعياو. هذا الاسلوب هذا ماشي اسلوب اللي هو حضاري وديال واحد كيترأس المجلس البلدي باش يهضر بهذه الطريقه، حيت حنا كيوصلنا اخبار من وسط هذه المؤسسه هذه من وسط الاداره، كيقول لك اودي كيقول لكم سيروا اللي جهدكم جريوا، راه حشومه عيب وعار تقول اللي في جهدك جري، وراه خصك تستحيي وتهبط عند الناس وتواضع، راه انت عضو منتخب راه غدوز الفتره ديالك وغتمشي، راه خصك تخلي البصمه ديالك في هذه المدينه. حسب الحقوق ديالنا، الحقوق اللي مشروعه لهاد الناس هذوما باش يوفروها لينا، وعينا ما نراسلوهم، عينا ما نطلبوهم، عينا ما نصيفطوا لهم طلبات اللقاء، هاد الناس هذوما باش يجلسوا معنا، ما باش يعطيونا ديما وعود كاذبه. هاد الناس هادو كاين بعض المدن اللي حققوا لهم المطالب ديالهم، اللي عندهم الحقوق ديالهم، اللي فيهم صندوق الانكار اللي منح الرواتب بالتقاعد، كاين بعض الجماعات اللي وفروا لهم هاد الشيء هذا وحققوا لهم هاد المطالب تاعهم. هاد الناس هادو عينا ما نراسلوهم، جلسوا معاهم، ما
عمر بيعطينا الجواب، ما عمر بيحقوا لنا ولو حق بسيط من هذا الشيء، هذا ما عمر بيجلسوا معنا، ما عمر وحنا ما عندناش شي ما تطلبوش بشي حاجه اللي كبيره اللي ما ممكنش الدوله تسميدو تقاد لينا، تطلبوا واحد الحق اللي محلي اللي من حق الجماعات قادو لينا، كيف الجماعات اللي قادو العمال ديالهم وسميدو. هاد الناس هادو راه عينا ما نطلبهم، عينا ما نبكوا عليهم، والو ما كاينش شي واحد اللي بغى يتحاور معنا، ما كاينش شي واحد اللي بغى يريح معنا في امر الواقع. الله يهدي السي زخنوش، تنشدوا السي زخنوش الله يرحمك الوالدين. شوف من حال هاد العمال هادو راه كاين اللي ضرب هنا 20 عام، كاين اللي ضرب هنا 18 عام، وبدون لا تغطيه صحيه لا تعويضات العائليه، وهاد الناس هادو راه ضايعين. لا اجره مقاده، الناس هادو ماشي اجره تيعدونها، تيعدونها صدقه، صدقه تيعدوها لينا هاد الناس هادو، ما كاين لا اجره لا والو، شي حاجه يرد عليها عايشين مع هاد الناس هادو. والخلاص ما كاين لا سميتو الخلاص، يدي ليه يديك. كاين بعض العمال المساكن اللي مراد سميتو عقليا تمشي ليه كنزه، كاين اللي تمشي ليه يومين مرطي تتحي لك النار، منقطي تمشي لك النار، ما كاين لا تعويضات تاع الاعياد، ما كاين والو. هاد الناس هادو مضيعيننا وضيعوا لينا الحياه تاعنا، ضيعوا علينا هاد الناس هادو. حتى الناس جلاله الملك سيدنا الله ينصرك دخلينا في هاد المشاكل ديال هاد العمال هادو، هاد المقهورين المحقورين. حنا ولاد المدينه قبل ما نكونوا عمال، حنا ولاد المدينه، تضربنا الغير على هاد المدينه هادي، وحنا تنشطبوا هنا، حنا تنقوا، حنا اللوجه ديالكم حنا تنبيضوا عليكم في هاد المدينه هادي. والو وكاين شي مسؤول اللي بيجلس معنا الامر الواقع، عندنا شي حل بسيط شرحوا علينا، ما والو، كلشي داكشي غامض. شي واحد اللي يجي يتحاور معاك يقول لك انا مشكل، انا مشكل، ما كاينش داكشي غامض. وحاليا دابا كاين واحد الزياده ديال 5% ديال الصمد، هاد الناس هادو ما باش يحتوا علينا، تعطى لجميع المدن تعطات لهم، حتى الجامعه ديالها قالت ما كاينش ما باش يحتوا علينا. اللي تهضر مع شي مسؤول تيقول لك لا راه راسلنا الجهه، راسلنا لهذا الشيء، راسلنا هنا، راه مازال ما وصلوا الفلوس تاعكم. هاد الناس هادو الله يهديهم، اللهم انا ضمنكر.